معاكم لإحصائيات، والإحصائيات ما بتكذبش. وصراحة كنا عملنا إحصائية قبل كده ومقارنة ما بين أوباما ومحمد مجدي قفشة، وصراحة يعني كنا مبسوطين جدا من رد فعل حضراتكم وتفاعلكم معاها، لأن الحاجات دي اللي بتبين لك أنت فين، اللعيبة فين، الوضع، مين أفضل، مين أحسن، مين زايد في الحتة دي ومين في الحتة دي محتاج أنه يزود نفسه. الونش وأيمن أشرف هما الاثنين سنتر باكس الأفضل في الدوري المصري، من ناحية أن الاثنين في منتخب مصر، الاثنين بيلعبوا حتى بصفة أساسية في منتخب مصر وفي أفضل حالاتهم الفنية، وبيبين لك أن عدد المباريات هنا 14 وهنا 15. التمريرات الصحيحة النسبة 87% و88%، ولكن بص النسبة، الونش عامل 706 منهم 616 تمرير صحيحة، وده حاجة جيدة بالنسبة لسنتر باك، يعني ده حاجة جيدة يعني جدا بالنسبة لسنتر باك، لأن أغلبية السنتر باكس بيبقى عندهم الفيزيكال أقوى من حتة الكورة. ولكن أيمن ما شاء الله 757، وده بيبين لك أن اللي حط أيمن أشرف في مركز السنتر باك هو حطه عشان يبني الهجمة صح، لأن كورته كويس. أولا بيلعب رجله الشمال عكس الملعب، عكس تفكير الناس كلها، بيقدر يعمل اسيستات على فكرة، بيقدر يوصل زمايله، ولو رجعت له الكورة في موقف صعب برضو عنده الحل الصعب، وده أهم مميزات أيمن أشرف في هذا الأمر. استخلاص الكورة 79 وهنا 58، طبعا هنا بيتفوق الونش. ملعب الخصم ده بيبين لك، ملعب الخصم هنا بيقول لك أن الزيادة اللي بيزيدها الاثنين سنتر باكس، الونش بيزيد أكتر في خط وسط المنافس. واستخلاص الكرة ده معناه ان هو دخل ضغط قطع الكرة وخدها لنفسه، دخل قطع خد الكرة وابتدى يبني هجمة لفرقته. هنا 79-58 قطع التمريرات من 27-15 ومن هنا من 31-11 قطع التمريرة، ان لو في اي تمريرة بالنسبة للخصم بيخش يقطع عشان يدي زمايله. مراوغات الصحيحة هنا من 28 عنده 16 وهنا من 32 عنده 18، وده كنا وضحناه ان ايمن اشرف يعني اقوى في الحتة دي، وقطع التمريرات والحتة بتاعت الاستخلاص الونش متقدم شوية. التحامات الهوائية الصحيحة من 113-81 ومن هنا من 36-29. الفوارق بتبين لك ان مين بيلعب بدماغه اكتر ومين عنده حتة الفيزيكال وعنده حتة الشراسة اكتر. على فكرة أيمن مقاتل، ولكن الونش عنده الحتة دي ما شاء الله عليه، من أحسن المواسم اللي بيقضيها الونش في تاريخه. إجمالي الالتحامات 211-147 ومن 132-97، ودي نسبة برضو جيدة جدا بالنسبة للاتنين. ودي حضراتكم شفتوا أبرز الأرقام اللي بتوريك، لأن أنت عندك هنا هيلاعب المريخ وهنا هيلاعب المولودية، والاتنين هما الأبرز في الكرة المصرية في هذا المركز. كنا خدنا مين الأبرز في مركز رقم 10 بالنسبة لأوباما وقفشة، ودي مع حضراتكم الونش وأيمن أشرف، وإن شاء الله بنوعدكم بالمزيد من هذه الإحصائيات. وعلى فكرة الإحصائيات دي جاية من أقوى الشركات بتاعة الستيتس اللي موجودة مش بس في الكرة المصرية ولكن كمان في الكرة العالمية.